الآن الكلمة لمعالي وزير التعاون الدولي بجمهورية غينيا الدكتور قطب سانو. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والسائرين على دربه إلى يوم اللقاء. أصحاب المعالي، أصحاب السماحة، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم وبركاته. اسمحوا لي في هذه المداخلة القصيرة لأقدم أصالة النفس ونيابة عن الإخوة الأجلاء الذين تجشموا المشاق للمشاركة في هذا التجمع العلمي في هذه المرحلة الراهنة من تاريخنا العصيب. شكرنا الجزيل وتقديرنا العميق لمملكة المغرب ولوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية وكل الفاعلين الذين أسهموا في إقامة وتنظيم هذا المؤتمر في هذه المرحلة من تاريخ الأمة. ينعقد هذا المؤتمر في وقت يعيش فيه كوكبنا العالمي حالة من الصراع الحاد المقلق بين الخير والشر، بين العدل والظلم، بين النور والظلام، بل بين العلم والجهل. عالمنا اليوم تجتاحه حالة من الكراهية والتقاتل والتحارب. أصبح الحليم في هذا العالم اليوم حيران وغدت الأمانة مغنما. يأتي هذا المؤتمر ليسهم في صياغة إعلان غير مسبوق في تاريخ المؤتمرات حول الأقليات في هذه الفترة الأخيرة من تاريخنا. والقصد من هذا المؤتمر أن نعود إلى ديارنا، إلى مجتمعاتنا، وقد تشبعنا وأخذنا نصيبنا الأوفر من النموذج، من الصياغة النبوية، من التجربة النبوية الحية التي يفترض أن تكون حاضرة أمام أعيننا وأن تكون مطبقة ومتمثلة في تصرفاتنا وفي نظراتنا إلى الآخر. لم يكن من السدف أن تكون وثيقة المدينة، بل صحيفة المدينة هي الأساس الذي انطلق منه هذا المؤتمر ليذكرنا بحاجتنا الماسة إلى عودتنا إلى هذه الأصول التي تحمينا وتحمي أفهامنا وتحمي مجتمعاتنا. هذه الوثيقة علمتنا أن الدستور أو أن الدساتير التي سلفت والتي ألفت ونسيت عبر التاريخ بقيت كلها مدينة لهذه الوثيقة التي كلما نظر فيها المرء وجدها كأنها نسجت وصيغت في العصر الحاضر، كأنها وثيقة تخاطب مجموعات من أبناء الأمة التي حادت عن الطريق والتي اتخذت من الكراهية أساسا للعلاقة والتي رأت أن الأصل في العلاقة بين الإنسان المسلم وغيره هي الحرب بدل أن تكون السلم. تأتي الوثيقة لتقول لهم لا كلا وألف كلا، لم ولم تكن العلاقة بين الأمة الإسلامية بين المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات سوى السلم والمحبة والوئام. إذن عملنا في أن يتحقق الآمال من خلال هذا المؤتمر وأن تعود العلاقة
بين المجتمعات الإسلامية والأقليات الدينية التي تعيش في ديارنا الإسلامية، لتبقى هذه الأقليات أقلية تعيش في أمن وأمان، تعيش في سلم وسلام، تعيش في حالة من الاستقرار، تعيش بعيدا عن كل حالات الكراهية والنبذ والرفض والإقصاء. لم يعرف المجتمع المدني إقصاء لأي أقلية من الأقليات، بل المجتمع المدني تكون وبقي مجتمعا يتكون أفراده من يهود، من يهود ومن مسلمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الوثيقة أكد تأكيدا واضحا، وقد لحق بالرفيق الأعلى، ولم يغير شيئا من هذا الموقف النبوي الكريم الذي بقي وظل راسخا، ولا يأتينا زمان ليقول لنا قائل إن ذاك ما كان في بداية الأهل أما وفي نهاية أهله صلى الله عليه وسلم فقد تغير. لا، لقد توفي صلى الله عليه وسلم والمجتمع المدني هو هو، وبقي العالم الإسلامي في تلك الفئة رغم على محدودية مساحته بقي عالما يعيش فيه المسلمون مع غيرهم في وئام وسلام. فكل دعوة إلى كراهية، إلى إقصاء لأي أقلية من الأقليات، هذه الدعوات لا تمت بالإسلام بالسلام، إنها دعوات مستحدثة في الملة، دعوات تبحث عن مشروعية لها، ولكنها لم تجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الأمة الإسلامية التي عاشت في سلام وإيمان وأمان وفي وئام ووفاق في المدينة المنورة بقيت هذا المجتمع، وسيبقى نموذجا يحتذى به في التعامل مع الآخر، في قبول الآخر، قبوله قبولا ينبثق من إيمان خالص لأن هذا هو ما أراده الله عز وجل. لكم دينكم ولي دين لا إكراه في الدين أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين، آيات كثيرات وأحاديث نبوية متعددة لا يمكن أن يحصرها أحد، كلها تؤكد تأكيدا واضحا على أن للأقليات الدينية حقوقا وواجبات يشتركون فيها مع غيرهم في هذه المجتمع. فهنا تأتي هذا المؤتمر بتوجيه من صاحب الجلالة وتحت رئاية سامية جلالة الملك محمد السادس سيده الله، تأتي في هذا البلد الذي يعتبر اليوم نموذجا لهذا التعايش. رأينا هناك تعايشا وتقاربا وتوافقا وانسجاما بين الأقليات التي تعيش في هذه الديار، رأينا كذلك قبولا واضحا، قبولا منبثقا، عن قناعة واضحة، لا أن تفضل أو تكرم أو منة، بل عن قناعة راسخة بأن الإسلام ذلك الدين العالمي أريد له أن يعيش المسلمون مع غيرهم في أمن وأمان أينما حلوا وارتحلوا. هذا البلد الذي يضرب به المثل اليوم في هذا التعايش الذي يمكن أن يحتذى به كثير من دولنا الإسلامية، من مجتمعاتنا الإسلامية، مغرب التعايش، مغرب التوافق، مغرب الوئام والتواصل. وهنا يأتي كذلك في المرحلة الأخيرة شكرنا وتقديرنا لسماحة الوالد الذي أسهم بفكره النير، بنظراته الثاقبة، بمعرفته الدقيقة لما يموج العالم اليوم من صراعات، فكان له في منتداه هذه الطلق، هذه النظرة، وهذا الجمع الذي أتى لكي يساهم ويشارك في صياغة إعلان مراكش، يبقى هذا الإعلان دعما وتفسيرا وتوضيحا لما تضمنته وثيقة المدينة، صحيفة المدينة. هنيئا لمن شارك، وهنيئا لمن حضر هذا المؤتمر، وهنيئا لهذه المدينة التي احتضنت هذا المؤتمر، وشكرنا وتقديرنا لكل من أسهم من قريب أو بعيد في نجاح هذا المؤتمر. ولن ننسى تلك الجيوش أو أولئكم الجنود الذين ضحوا بلياليهم ونهارهم
لكي يوفروا لنا الأمن والاستقرار. فقد استقبلنا استقبالا حارا، وجدنا في هذا البلد ذلك الكرم الموجود، وجدنا في أهله ذلك الاحتفاء وذلك الاستقبال الذي يجعلنا اليوم ونحن على عتبة على مشارف إعلان أو انتظار ذلك الإعلان التاريخي لعلاقة المسلم أو علاقة المجتمعات الأقليات في الديار الإسلامية. نحفو ونضر إلى الله عز وجل أن يتقبل الجميع مشاركتهم، وأن لا يكون هذا آخر مطاف، بأنه سير حثيث إلى هذا المستوى، لكي نرى مؤتمرات موازية تسعى إلى دعم الجانب الآخر، الأقليات المسلمة في الديار غير الإسلامية، وبذلك يتحقق الوئام والوسال بين ذلك الماضي المجيد والحاضر الذي يشكو اليوم ظلما من أهله، يشكو ظلما من بعد أبنائه. وشكرا لكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.